البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمناكم تكونوا على خير وبخير، وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو. اليوم ان شاء الله غادي نحضر معكم الشباكيه. كنتمنى تعجبكم الطريقه ديالي اللي دائما تنديرها وتجي زوينه، وجربوها باذن الله على بركه الله. غادي ندوزوا المقادير. هنايا عندي كيلو ديال الفرص، الدقيق النوع الممتاز ضروري البنات يكون النوع الممتاز. عندي مغربل، هنا عندي زلافه نص زنجلان ونص ديال اللوز مسلوق ومنقي ومطحون مزيان، يعني مليين مزيان باش ما يقطعناش العجين. وحتى الزنجلان ما محمرش بزاف، يلاه شويه مغسول ومنقي ومحمر هي شويه، حيت عاد غادي يزيد يتحمر في الزيت، ما خصناش نحمروه بزاف. هنا عندي نص، ما ديروش كلشي لوز حيت اللوز كيبس للشباكيه، يعني ممكن ديروا كلشي زنجلان كتجي زوينه، ولكن اللوز كيبس الشباكيه جربتها. هنا عندي زلافه مخلطه ما بين الزنجلان واللوز، عندي معلقه كبيره ما عمرهاش ديال القرفه مطحونه مزيان ومغربله ضروري باش ما تقطعناش العجينه. هنا عندي معلقه عامره ديال النافع، النافع البلدي حتى هو مغربل. عندي صفار بيضه، عندي كاس ديال الزبده، الزبده ديال الماكله ماشي الزبده ديال العلب، حتى هي مزول يعني غليتها مزيان حتى زال من هذيك الحليب ديالها او الماء ديالها باش كتكون زوينه. هنا عندي كاس ما عامرش ديال الزيت البلديه، يمكن لكم ديروا الزيت العاديه ولكن انا تندير الزيت البلديه بحال بحال. هنا عندي شويه ديال المسكه الحره قليل، غير شويه دقيته مزيان مع شويه ديال السكر سنيده. هنا عندي خماره، انتم البنات خماره، وغادي ندير رص معلقه ديال الخميره العاديه. هنا عندي الملون الصناعي، واخا البنات ماشي صحي ولكن كيجيب الشباكيه مبهجه، جربتها بلا هذا الملون هذه ولكن كتجي كحله، واخا كتكون فيها القوام وكلشي ما كتجيش باينه. وغادي نزيد ان شاء الله 4 كاس ديال الخل، وغادي نزيد المهم حتى نخلط هاد المكونات هادو في العجين وندخلهم مزيان، عاد غادي ندوز ندير الخل والزهر. بسم الله، دابا البنات غادي ندوز ندير ضروري مرشيشه د الملحه في اي حلوه على بركه الله. غادي ندير هاد السنجلان واللوز، غادي تعجبكم ان شاء الله غير جربوها. نزيد القرفه، نافع، المسكه الحره، غادي ندخل هادو فيها. كان شحال هادي البنات كيتجمعوا الجيران، كنت انا مع حماتي كنا كنتجمعوا الجيران. هاد النهار كنصوبوا 4 كيلو لهاد الدار، غدا لهاد الدار كانت واحد النشاط، يعني معروف هاد الشهر الفضيل بهاد الشباكيه وديك الريحه اللي في الدار. زعما كنتمنى كلكم تشوموها لوليداتكم حيت كتكون واحد الجو اللي هو رائع. كنا كنبقاو كاملين كنتسابقوا، كان هادي بلا فرك، انا دابا ما تنفركهاش شحال هادي كنعطي الفرك كيخليوها قاصحه وكيبقاو يفركوا مساكن. شحال هادي زعما واحد الحلاوه ديك الوقت زعما ما كتعاودش. دابا غادي نزيد الزبده والزيت. بسم الله، ضروري البنات تخليوها تغلي مزيان باش يزول منها ديك الحليب ديالها، والكيسان ما عامرينش. بسم الله، دابا غادي ندخل هذه كامله، ندخلو في هاد الدقيق حتى نلبس هاد الزيت وهاد الشيء في الدقيق، عاد نرجع نزيد البيض وديك الزهر والخل. انتما البنات دابا غادي ندوز نسخن. هنا عندي 4 كاس ديال الخل البيض، يعني 4 كاس ماشي نص كاس. انا جربت الشباكيه اللي بكاس ديال الخل تفرتلت لي، يعني ما بقاش فيها قليل ديك الحبيبات اللي بقاو، ولكن انا كنديرها ب 4 كاس. هنا عندي الخل البيض هذا العادي. دابا غادي ندوز ندير الزهر، الزهر مقطر على اليد هانتوما. بسم الله، عندي كاس عامر وربع وربع، غادي نزيد نقص منه
هانتوما البنات كاس وربع صافي. دابا غادي نردو يسخن شويه، ماشي غادي نغليوه، غير غادي نخليوه يسخن مزيان باش يطلق لنا العجين ونمشو. هانتوما البنات هنا دايره رص معلقه ديال الخميره، يلا رص معلقه، وغادي نزيد خماره غادي نزيد صفار بيضه كيجيب شباكيه معلكه، اللي ما بغاش يديرها ما يديرهاش ولكن هو زوين الشباكيه. هنا غادي نضيف هذا الملون الاصطناعي، ضروري كيجيب شباكيه مبهجه، واخا ديروها بلا ملون ما كتجيش. بسم الله دابا غادي نبداو نجمعو، ماشي غالي الزهر والخل ماشي سخون بزاف يعني ماشي مغلي. انا غادي نجمعها كامله، البنات هاد الفرص هذا صدق تيشرب يعني ما كفاليش كاس وربع، غادي نزيد واحد نص كاس ديال الزهر نزيدو باش يجمع لي العجين كامل. هانتوما غادي نزيدو، ها هو نص كاس ردو دابا يسخن ونزيدو البنات حيت ما جمعليش انا الدقيق لاخر، يعني على حسب الفرص، كاين الفرص اللي تيشرب وكاين الفرص اللي ما تيشربش. دابا غادي نسخنو ونرجع. ثم دابا البنات غادي نزيد هاد نص كاس، غادي نشوف واش غادي يهزو ليه كامل. خصنا العجين يجينا ماشي قاصح وماشي طارق مراسو، يعني يكون هو زعما موين، يكون موين العجين. وما كندلكوش، يلا تنجمعو مزيان وصافي. صافي دابا هادشي، هانتوما نص كاس ماشي كامل، يعني يلاه ربع كاس المجموع ديال الزهر، يلاه كاس ونص اللي درت في المجموع ديال كيلو ديال الدقيق كاس ونص. ها انتم البنات بقالي من هاد نص كاس اللي زدت، يعني المجموع اللي درت فيه كاس ونص. صافي غادي نجمعها هكا مزيان، ها انتم البنات دابا من بعد ما جمعتها ما فركتهاش، يلاه على ما تخلطوا لي العناصر كاملين. هانتوما العجينه ديالها ماشي قاصحه بزاف وماشي رطبه، راه يعني يلاه هي هاديك متماسكه. دابا غادي ندوز، غادي نقطعها هكا على حسب واش ربعه ديال الكويرات ولا خمسه، باش ندوز نديرهم في بلاستيكه. غادي ندوز دابا، ضروري هاد الطريقه هادي باش كتخلي الشباكيه ديالنا تجي مورقه. صافي كنجمع هكا، كنجمعها وكنديرها في بلاستيكه كاملين، كندير لهم هكاك، كنخليهم ديك 10 دقائق على ما ترتاح وتطلق راسها العجينه، وكنبداو نخدموها. واخا عندي الماكينه البنات غادي نخدمها غير بالتلاك.
نتوما كتجمعوا كل ملي كتجمعوا هكا كتجي العجينه مورقه. غادي ندوز كاملهم ندير لهم هكا ونخليهم واحد 10 دقائق. من بعد ما تدوز 10 دقائق نتلاقى معكم باش نبداو الخدمه. ها نتوما البنات من بعد ما خليتها دازت 10 دقائق طلقتها العجينه دغيا تطلق بلا فريك بلا والو، غير في الاول خليو العناصر تنسجم بعضياتهم. ايوا دابا طلقناها، خليوها البنات رقيقه، طلقوها خليوها رقيقه باش كيجي مجعبه وزوينه ومعلكه ملي كنطفيوها في العسل. دابا غادي ندوزها هذا الشكل. دابا انا كنصوب راني مدخله معايا بنتي. شكون اللي بحالي بنتي؟ الطريف اللي طاح كتاكلو. كلات لي العجينه كامله. الله يخلي لكم وليداتكم. هذه هي الفرحه ديال رمضان والشهر الفضيل وهذا الجو العائلي، هذا الجو ديال الشباكيه هكا كان شحال هذه. وليداتنا جيراننا كلشي كيخدم معانا. غادي ندوزو دابا باش نقطعوها. بسم الله غادي نضرب فيها 5 ديال الاشرطه، 1 2 3 4. الخمسة غادي نقطع فيها، 1 2 3 4. الخمسة غادي نقطع فيها، 1 2 3 4. الخمسة غادي هي هذيك. دابا غادي ندوز هانتوما البنات، غادي نطلع الاولى نهبط الثانيه، غادي نطلع الثالثه نهبط الرابعه، وغادي نجيب الثانيه هانتوما الثانيه غادي نحطها على الخمسه، والاولى نحطها على الثالثه، وغادي نقلبها هكا، غادي نحلها مزيان هكا، ندوز نقلبها اليد هاد الشيه ونشدها من هنا نقرصها هكا مزيان باش ملي نكون كنقلي ما تحليش. ها نتوما غادي ندير هكا، ها هما القليبات عوينات اللي حبيتو، اجو مرحبا بكم. ها نتوما كنشدها هكا وكتجي على هاد الطريقه هادي. ها كنقصوا لها بعدا من هاد هانتوما هاد الطريفات، صافي كتشدها هكا وهكا كتجي ساهله، شي حاجه اللي ساهله. ندوزو للثانيه. ماما ها الحبيبه هاد ما جاتنيش زوينه بحال ديالك. زوينه غير غليظه بحالي. زوينه زوينه فيها سنينات كيبانو. هذه هذا هو الجو البنات، كنشارك معكم داكشي يعني على الطبيعه. كنقبطوا الاولى كنهبطوا هذه الثانيه، كنقبطوا الثالثه كنهبطوا الرابعه، والخمسه كنزيدوا عليها نقلبوا عليها هكا، وكنقلبوا الاولى هكا كنجيو لهادي كنقلبوها لهاد الشيه وكنحلوا مزيان هكا، وكنجيو لتحت وكنقرصوا هاد الخمسه هادي هكا باش كتعطينا عوينه. ها نتوما كتجي على هاد الشكل. ها نتوما البنات كتقرصوها من اللور مزيان باش ملي كتجي تقلى وكتطفى في العسل باش ما تهرس لكمش ولا تحل لكم في الزيت، باش ما تحل لكم شي في الزيت. ها نتوما نعاود معكم هذه نقص هاد هاد البليصه، هي تقطات ماشي مشكل، كل ما قطعتوها كل ما كانت احسن. كتجي مجعبه حيت هي مازال غادي تنفخ في الزيت. نجي نقليوها كنهزو هذه هكا كنهبطو هذه. ها نتوما كنردو هادو كاملين هكا، وهذه كنغطى هاد الشيه وكنحل كنحلها كنشد من هنا مزيان كنقرصها مزيان كنشيل لهنا. يا نتوما على هاد الطريقه هادي وكنستمر هكا هكا وصافي. هانتوما دابا البنات من بعد ما ساليت الكميه كامله غادي نبدا باللي صوبتها الاولى، كتكون شفت هكا وخصني ضروري نبدا بالطبسيل الاول. وهنا عندي مجده الزنجلان محمر مزيان ومغسول ومنقي، هنا عندي جوج ديال الصفايات باش نستعملهم، وحده في العسل وحده في الزيت. وهنا عندي العسل ما سخنت حتى شي حاجه، ها هي عندي العسل. وهنا عندي الزيت مقله عامره، كل ما كانت الزيت المقله عامره كل ما كيكون مزيان، ما تديروش الزيت قليله في القلي. وهنا عندي الكسكاس باش نصفي العسل، ودابا غادي نبدا على بركه الله. هانتوما البنات من بعد ما خلينا الزيت تسخن دابا غادي نبدا بالاولى. من بعد ما يسخن الزيت ونبدا كنقصوا العافيه تكون مويان باش ما تحرقناش، حيت الشباكيه دغيا كطيب باش تجي طايبه من الداخل، ماشي طيب لنا تحمرنا من برا ومن الداخل تبقى خضره. دابا غادي نقصوا البوطه تكون مويان،
وغادي نخليوها طيب ونقلبوها ان شاء الله نطفيوها في العسل بعد ما استقطروها مزيان. غير زعموا البنات وصوبوها راه دغيا دغيا شويه الخدمه وصافي، ولكن شي حاجه اللي كتكون على الدار راه شي حاجه اللي صحيه هي بالنسبه للقلي ماشي صحيه، ولكن مهم ديال الدار شي حاجه دايرينها بيديكم ويمكن لكم ديروها في الفران. يعني انا جربتها في الفران هي هذه المذاق هذه كتكون حسن ديال الفران. نخليها دابا حتى تتحمر ونقلبها ونرجع معكم. ها نتوما دابا البنات من بعد ما تحمرت غادي نستقطروها مزيان هكا من الزيت ونطفيوها في العسل. وإلا سخنت لكم الزيت بزاف طفيو المقله وخليوها تبرد شويه عاد كملوا باش ما تخطف لكمش الحلوه، باش تقدروا تسيطروا على الحلوه ديالكم وتجي مزيانه وما يغلبكمش الزيت وداغيا تحمر. طفيو المقله خليوها تبرد شويه عاود كملوا. صافي غادي نبقى ماشيه هكا بشويه بشويه نخلي القياس اللي بقى فيه هكا الحلوه شويه في العسل عاود ندير واحده اخرى هنا ونا هكاك ونطلع بالزنجلان طبقه بطبقه نطلعها بالزنجلان. دابا غادي ندير لها هكا انا ما سخنش العسل ملي كندير له الحلوه هو كيطفى راسو يعني بلا ما نحتاجو نسخنو باش يقبط لنا في الحلوه ديالنا في الشباكيه وتجي هكا عامره بالعسل ما بلا ما نسخنو باش ما يجيش بزاف وما ما يقبطناش في الشباكيه. صافي دابا غادي نبدا عاوتاني نديرو وغادي هكا نستمر حتى نساليو ان شاء الله. ديال الشباكيه ديالنا كنتمنى تجربوها وتعجبكم وتنال اعجابكم. غير جربوها راها صحيه الحاجه ديال الدار راها احسن بكثير من ديال الصنقه وكتجي المذاق رائع وتلقوا الريحه لوليداتكم في الدار. ديروا لهم الجو العائلي ما تشريوش الحاجه من الصنقه باش ديروا ديك الفرحه لوليداتكم دخلوهم معاكم وياكلوا لكم العجينه. وشكرا لكم بزاف كنشكر جميع البنات اللي متابونين عندي شكرا لكم بزاف وكنشكر حتى البنات اللي مازال ما تابوناش عندي. الى شافوا هذا الفيديو مرحبا بكم الف مرحبا دخلوا عند خطكم. شكرا لكم بزاف وحتى الفيديو اخر باذن الله. غير جربوها راه كتجي معلكه عطيوها حقها في الطياب وخليوها في العسل راها ما كتهرس ما حتى شي حاجه وكتجي هشيشه ومعلكه راها زوينه بزاف كتجي مجعبه. درتها صغيره باش اللي جا عندي ياخذ وحده راه فيها تماره سمعوا البنات. مرحبا بكم الف مرحبا انا تنضحك باش نقسم معكم وحده. ها نتوما البنات كتجي مجعبه بالدليل وكتجي معلكه. ها نتوما نقسم معكم وحده باش ما يبقاش فيكم الحال. ها نتوما فتيه وكتجي شربه العسل وفتيه وزوينه. غير جربوها وصحيه لوليداتكم شي حاجه ديال الدار شي حاجه اللي على يديكم. وشكرا لكم بزاف ديروا لايك لايك وخسر فيديو اخر باذن الله. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.